خلص ما في داعي تقلق. أنا هلأ رح أحكي مع ميتاي، وقت سمعت عن الزواج هيك فجأة أكيد انصدمت، هي متفاجئة. خلص أنا رح وعيها. تعي. قلي يا أمي، أنت عندك اعتراض على زواجك من ميتاي؟ هي مرضية وكرست حياتها كرمال أهلها، رح تكون زوجة صالحة وكنا منيحة لإلكن. شو بهام؟ أنا عم أحكي عن المحل يلي قريب من الدوار القريب من هون. خير صاير شي؟ ها؟ ما رح تقلي شو اللي صاير؟ أحكي لشوف، احكي لي شو اللي صار. كيرتي؟ شو كاريشما؟ لسه لهلأ ما رجع شوريا؟ لا، خلينا نروح ونشوف. يلا. ما عم أقدر أفهم شو عم يصير. شبهام شاف جدي بالأول وحكوا مع بعض، بعدين هنن الاثنين راحوا على غرفة الخالة. أكيد في شي عم يصير. عن جد شو هالحكي؟ عن جد كتير غريب إنه تكون شغلتك صحفي وما بتعرف أخبار عيلتك، صح؟ جدو وأخي وشبهام والخالة إندو، شو يلي عم بيصير بيناتهم؟ كيف هيك بيتخذ قرار بزواجي فجأة؟ شو؟ يعني اشرح لي انت شو قصدك تقول؟ عمي هاد جدي قرر انه يزوجني، ومفكر انه هالحكي انسب شي لألي. قرر يزوجك؟ بس من مين قلي؟ من البنت يلي اسمها ميتاي. يزوجك من ميتاي؟ طيب ليش بده يزوجكن؟ انت ما قلت اي شي؟ شو ممكن اقول؟ أنا بعرف إنه جدي بيحبني كتير، وعن جد على طول بيفكر فيني. عمي صدقني أنا ما عندي أي شك بنواياه، بس الموضوع بيتعلق بزواجي. هو ما سألني حتى قبل ما ياخد قراره. عن جد؟ بفهم إنه حتى ما سألك إلك؟ لا، حاولت خبر جدي بأول الحديث إنه لسه بدي كون حالي بالأول، ولسه بدي وقف على رجلي، بس صار يقول إنه وضعي حالياً كتير منيح وكويس. أنا بحياتي ما خالفت جدي لهي اللحظة، شو كان فيني قله؟ بس كمان مو قدران أقنع حالي. طيب كيف بدي أقول إني لسه ماني جاهز للزواج هلأ؟